أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله. طبعا اليوم حلقتنا مثل ما بتعرفوا هي العلمانية مع أخونا بدر. وللأسف أنا شايف أخونا بدر لحد الآن ما هو موجود، ما بعرف شو القصة بصراحة. أنا أرسلت له من ساعة تقريبا ولكن لا من مجيب، وأتمنى أخونا بدر يلتحق فينا قريبا. على كل حال أصدقائي، يعني مثل ما أنا أرحب بالأصدقاء المتواجدين، طبعا رياض وميكي ماوس وأخونا أبو الحكم وكل الأصدقاء اللي راح يكونوا معنا واللي موجودين حاليا واتشين أو فيوين مثل ما بقولوا. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، وأتمنى يعني أخونا بدر يلتحق فينا بأقصى سرعة، ولكن حتى الآن أخونا بدر لا يظهر له مثل ما بيقولوا أي علامة، يعني لا علامات. على كل حال ممكن نحن أصدقائي ندردش مع بعض، أصدقائنا المتواجدين طبعا معنا بال أهلا سوزان، أهلا لافندر، حبيبنا أبو الحكم، لاف فول، أهلا وسهلا ميكي ماوس حبيبنا، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. رياض أهلا وسهلا فيك. أتمنى من كل الأصدقاء حبايبي إنه إذا نعمل الحلقة هاي دردشة، وأنا بدي مثل ما بقولوا يعني أخبركم بغزوة فاشلة حصلت كمان على قناة الهي اللي عمرها أسبوع. للأسف كمان غزوة فاشلة اليوم، يعني لقوا الباسورد، ما بعرف كيف بصراحة، يعني شيء غريب عجيب، ولكن لسوء حظهم وحسن حظي إنه أنا ربطه بالتليفون فأجاني النوت على التليفون وعملت تغيير للباسورد، ف جهودهم ذهبت هباء. وللأسف يا حيف يا حيف يكون كل اللي بيقدروا عليه إنه يبحثوا عن باسورد ويعملوا مثل ما بقولوا بلوك وهالاشياء هي، وياخذوا يسرقوا الاكونت، مفكرين هيك يعني راح يسكتوا الناس. يعني لستم قادرين، لستم قادرين. على كل حال اصدقائي انا اتمنى منكم اسلام، اهلين اسلام، أهلين بكل الأصدقاء. أتمنى من كل الأصدقاء اللي حابب المشاركة يطرح أفكار، السكايب طبعا موجود، أتمنى منكم الاتصال أو بعث أسئلة أو أي استفسارات أو أي شيء تريدونه. يا ريت يا جان تبشرنا بحلقة جديدة في الاتجاه المشاكس. المشكلة ما في مشاكسين يا أخوي ميكي ماوس، المشكلة هون، يعني المشاكسة عندهم هي بس بتكميم الأفواه يا صديقي. يا ريت لو كان في مسلمين قادرين على إنه يجيبوا دليل وبرهان ويوقفوا قدام الكاميرا ويتكلموا بكل عقلانية عن دينهم، ولكن للأسف الشديد نحن ما شفنا النوعية هي من المسلمين، نحن ما شفنا غير الهجوم والسب وشايفين نحن للأسف الشديد. على كل حال أنا بدي بس أدخل على الفيسبوك عندي وأقرأ شوي. في أختنا سناء أظن كانت كاتبة تعليق، وأشوف يعني الردود كمان من أخوتنا المسلمين. الأخت سناء عم تقول: تخيل نفسك تعيش شخصية بشخصيتين، شخصية المؤمن وشخصية الملحد. تخيل نفسك محاط بأشخاص لو عرفوا أنك ملحد لأذوك وطردوك من عملك وحاربوك في أبسط الأحوال وفي أكبرها قتلوك. تخيل نفسك مضطر طيلة اليوم لسماع التسبيحات والتهليلات من المساجد
ومن الناس مضطر لسماع أشياء لا تحبها ومفروضة عليك بالإجبار، ومضطر إذا أردت الزواج أن تتزوج بشرائعهم وقوانينهم الإسلامية، ولا تستطيع التعبير عن نفسك إلا على الفيسبوك أو تويتر. تخيل كل هذا ثم اسأل نفسك لماذا الملحدون يركزون على الإسلام. بالضبط هذا هي الفكرة أختي سناء، يعني إنه لا، وبيجيك ملحدين ذات نفسهم ليش مركزين على الإسلام؟ ليش يعني المسيحية ولا البطيخية ولا كل الزبالة البقية، يعني ليش مركزين على الإسلام؟ أنا ذات نفسي كشخص لما تزوجت مضطر غصب عني، اضطريت أبرك جنب واحد بغل، شيخ بغل مثل الحيط، حيوان لا يعمل شيء غير هالأكل هوا هذا وهالبربرة هاي. زوجني وأخذ فلوس مشان شو؟ مشان يصير على شريعة محمد، شريعة الغاب، شريعة الصحراء مو الغاب. يا ريت كان الغاب، كان أقل شيء ممكن طلع منه شيء أفضل يعني. على كل حال أشوف بعض الردود اللي إجت على من المسلمين. واحدة اسمها أحلام كتبت لي سورة الكرسي: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا بطيخ ولا بابا بابا، وسع عرش كرسيه السماوات والأرض. يعني كرسيه وسع السماوات والأرض، نحن منا شايفين. أنا بدي أتمنى أشوف الكرسي هذا اللي وسع السماوات والأرض، وين موجود السماوات والأرض؟ الأرض اللي هي قد الغبرة، والسماوات الفضاء الخارجي كله، يعني الكون كله. يعني هيك آية وهيك رد، يعني ما في رد، ها بس حيطط لي آية الكرسي هذا، آية البطيخ. يعني شي شغلة عندهم على أساس آية الكرسي شي شغلة. طب بهالحالة يا ست أحلام، ما أنتوا اللي بتطرحوا على نفسكم إنه نستهزئ بهالآيات التافهة هاي. وسع كرسيه السماوات والأرض، طيزه شو قد معناتها؟ إذا كرسيه وسعت السماء والأرض، طيزه شو قد حتى يكون كرسيه واسع لهالدرجة هاي؟ أنا كرسي ربع متر بربع متر، يعني طيزه صغيرة. فربك هذا اللي وسعت كرسيه السماوات والأرض شو قد طيزه يعني؟ في سريان، شو سريان 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 واتيفر، عم تقول انتم ناس تحكم بكم الشيطان مثل ما تحكم باليهود والنصارى، اتمنى لكم التوبه. يا سلام، نحن ناس يتحكم فينا الشيطان وتتمنى لنا التوبه. توبه لشو؟ للاجرام اللي عم بتسووه انتم المسلمين، شي بلندن، شي برلين، شي باريس، شي سوريا والعراق واليمن. حدث بلا حرج، حدث بلا حرج، نتوب لهال بشان نعمل هالإرهاب هذا مثلكم يعني، ولا ندبح الناس قدام الشاشات، ندبح أهالينا، ندبح أخوتنا، وندبح أمهاتنا. هاي التوبة يعني. أبو الحكم حبيبنا أبو الحكم، يعني معلش يعني، لا يعني قلنا طيزنا صغيرة، ما معناها شيء تاني يا حبيبنا أبو الحكم. نحن عم نطلع على طيز الله، يعني طيز الله كبيرة، فهي هذا القصد من هالكلام هذا، ليس إلا يعني. لا هو أنت بتاخذ كل حاجة على معنى يا ابني. فالقصد أصدقائي يعني إنه عم تدعونا للتوبة. توبة لشو؟ لشو نتوب؟ يعني هلا مثلا أنا من أهلي من الطائفة السنية، يعني أتوب وأحمل بارودة وأروح على العلوية أقتلهم، ولا
أصدقائنا من الطائفة العلوية الملحدين طبعاً خلفيتهم من الطائفة العلوية يروحوا يشيلوا بارودة ويروحوا على أهل السنة ويقتلوهم، يعني مثل ما شفنا اليوم للأسف الشديد. وأنا حزين جداً يعني على الأطفال اللي ضربهم السفاح بشار الكلب الكيماوي. بتمنى لنا التوبة. على شو التوبة؟ عشان نروح نصير مجرمين سفاحين؟ جيني عم بيقول تحياتي جان، لا تنتظر إجابة منطقية من شخص ديني لكن انتظر ردا همجيا ليس إلا. بكل تأكيد هذا يعني هذا الواقع للأسف. إسلام عم بيقول يا ريت ناقش بموضوع هادف يا جان. شو الموضوع الهادف؟ طيب اطرح لي موضوع يا إسلام، أنا أتمنى تطرح موضوع بشان ناقشه أنا، لأنه بصراحة صديقنا المفروض الضيف ما إجا، فيعني أنا محتار شو بدي أناقش وماني محضر حالي بصراحة، يعني أنا متوقع أنه يكون معنا في آخر لحظة. على كل حال أنا المنشور هذا اللي كتبته، فأنا بدي أحاول أشوف التعليقات اللي عليه وأفرجيكم شو إن المسلمين اللي من شوي كانوا بدي هاكروا قناتي، يعني ما من قبل 3 ساعات تقريبا محاولة جديدة، غزوة إلكترونية جديدة. يسموني فتاة الباحة، عم تقول أرجو من الله أن ينير طريقكم ويهديكم للصواب، حاولوا أن تطلعوا أكثر على الأديان، اللهم أني قد بلغت، اللهم فاشهد على الأديان. يعني حضرتك مسلمة عم تقولي حاولوا تطلعوا على الأديان، يعني أنا إذا رحت مثلا طلعت على الدين اليهودي واعتنقته هل سترضين؟ يعني هل ستكونين سعيدة مثلا يا سيدة؟ أو صرت مسيحي مثلا، أو صرت بوذي ولا خرنشفائي ولا شو، حي الله بطيخ، حي الله زبالة من هالزبالات هاي اللي بنعرفها، هل ستكون راضية مثلا أنت؟ أم ستطالبين بقتلي كما يأمر دينك؟ السمح، دينك دين السلام والبسطرمة. طيب عم بيقول لي اخوي ابو الحكم شو رايك تحكي عن الديان او كيف يا بس بدي اقرا عن تحكي عن الحركات الارهابيه المختلفه وانتسابها للاله. اكيد يعني انا بس بدي اشوف اذا في اصدقائنا حدا عنده أي أفكار أخرى. جانا تعليق آخر، أنا فتح الفيسبوك بصراحة فالتعليق الآخر اللي نشوفه على نفس المنشور. ربي يهديك يغفر لك ذنوبك. يا السلام، ربك يهديني ويغفر لي ذنوبي. ربك يهديني ويغفر لي ذنوبي. أنا بدي أسأل واحد كمان كاتب الحرف كلمات الحرف أو أظن آنسة هي كمان علوم سياسية وعلاقات دولية، هي دراستها يعني علوم سياسية وعلاقات دولية. يغفر لي ذنوبي، ربي يهديني ويغفر لي ذنوبي. يعني شو الذنوب اللي أنا مساوية حتى يغفر لي إياها؟ طيب ربك بدل ما يغفر لي ذنوبي يعني كان بالأحرى أو يهديني إلى طريق المستقيم، كان بالأحرى فيه أنه يوقف آلة القتل اللي شغالة في الشرق الأوسط، هالأطفال اللي عم بيموتوا، أظن أهم بكتير من هدايتي لدينه أو اعترافي فيه. أنا شخص مثل ما بقولوا جدا بسيط، انا ما اذيت حدا ولم اكل مال احد، يعني كل ما هنالك اني
في دماغي لم أقتنع بوجوده، كل ذنبي هذا لم أقتنع بوجوده، فهل إيماني أنا أهم من دماء الأطفال برأيك يا ما بعرف شو اسمك بالعبري؟ هل برأيك أنه الإيماني أنا أهم بكثير من دماء الأطفال ودماء الأبرياء ودماء الناس يعني عموماً؟ قتل الناس، تهجير الناس، كل هالبلاوي اللي شايفينها، أوطاننا تهجرت، دمرت، ما تمشي إلا الكلاب هدول اللي قاعدين على الكراسي في عروشهم، ما بهمهم شيء، أكلهم شربهم تعليم أطفالهم كله ماشي، وما مندر يعني يمشي. على كل الإسلام عم بيقول لي أنه تناقش، أظن اللي شفته أنه ما هدف وراء الإلحاد، هدف الإلحاد. طيب أنا بصراحة يعني الهدف من الإلحاد، وفي ناس أنه يقولوا أنتم ملحدين ما عندكم مشروع، يعني ما عندنا مشروع بعد، يعني نحن بس نقدر ننتقد الإسلام مثل السيدة وفاء سلطان قالت، كنا نذكرت الحكي هذا أنه نحن بس ننتقد الإسلام وما عندنا مشروع بعد طيب وبعد صاروا كلهم ملحدين وبعدين، يعني المشروع شو راح يكون مشروع غير أنه نحن حقوق الإنسان، الإنسان يطلع يفكر بعقل وياخذ العلمانية كطريق ووسيلة للحكم، هذا مشروعنا، مشروعنا العلمانية. يعني أي شخص يعني تغيب عنه هالمسألة هي إنه الملحدين ما عندهم مشروع، يعني ما بعرف، يا أما يتغافل عن هالموضوع هذا، يا أما ما هو شايف غير بعض أو بعض الشباب اللي ألحدوا حديثاً وما بيعرفوا شو معنى الإلحاد. يعني كل ملحد يتمنى أنه يعيش في مجتمع علماني، كل تأكيد، غير السلفي. السلفي لا يتمنى أن يعيش في مجتمع علماني، بل عكس، يحارب العلمانية. هدف أي ملحد أنه يعيش في مجتمع علماني. يعني أنا كشخص ملحد، يعني أنا بصراحة أنا ليس همي أنه ألاحق الأديان وأنتقد وأهاجم ولا شيء من القبيل نهائيا، ولا لي علاقة، يعني ولا لي علاقة بمسألة أنه أنتقد الأفكار هاي والأديان وكل البشر هاي، لا، أنا ما لي علاقة. أنا مثل ما بقول سيب ونسيب، يعني تركني بهمي أشتغل برأيي وأكلم أتكلم بصراحة عن 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 نظرتي للحياة وخلاص. أنا ما راح أجي، ماني مهتم أصلاً لأفكارك ولدينك ولا أفكارك، بما أنه لا تضرني افعل بها ما تشاء. يعني عبود البقرة شو اللي فيك؟ روح عبود كور خرى البقرة حيش السامعين، أنا شو اللي فيك؟ بس لا تشيل الخرى وتضربني فيه، هون المشكلة. فالملحد اليوم، أنا كشخص ملحد، خلوني أقول أنا كشخص ملحد أعتبر أنه كل النقد، عشت في دولة علمانية مثل بريطانيا وما في شيء إرهابي يهددني. هل أنا شخص كجان برو بدي أطلع على الناس وأقول لهم مثلا يا بوزيين تعوا لهون أنتوا عم تخرفوا مثلا، ولا يا هندوس عم تخرفوا أنتوا؟ أكيد لا. يعني في هندوس كتير، في على فكرة قريب على بيتي في معبد هندوسي، بعمري ما مرأت من جنبهم ونظرت لهم أي نظرة كانت، لا احتقار ولا تفكر ولا شيء، ولا يهمني ولا شيء من هالقبيل نهائيا، ما بيهمني أصلا.
أنا كشخص ملحد أعيش في مجتمع علماني ما في إرهاب، راح أعيش لحالي حياتي، في عندي طموحات، في عندي أشياء كثيرة. أنا كشاعر راح أتفرغ للشعر وليس لأنه أتفرغ للهندوس مثلاً، أقول لهم يا عباد البقر يا بقر. نحن هدفنا هي الحياة العلمانية، نتعايش، وليس هدفنا محاربة. أنا كشخص أقول الملحد عنده مشروع، مشروع علماني تعيش الناس فيه بسلام. بقول لك الملحد ما عنده مشروع أكبر غلطان يعني للأسف. يعني وبتعرفوا أنتوا كلنا بنعرف نحن كطبيعة، طبيعة شعبنا نحن كطبيعة كلنا جايين من خلفية، الأغلبية الساحقة وليس كلنا، الأغلبية الساحقة جايين من خلفية إسلامية. مهما وصلنا لمرحلة من الثقافة ولا شيء، بتم بعقلنا الباطني ذاك المسلم الذي لا يرى غيره. وهالشيء فيني أنا، لا أنكر ذلك. يعني أنا ما بنكر إنه أنا كمان من هالناس، هي أنا ماني بعيد، مع إنه لم أؤمن في حياتي، ولكن أنا متربي ومتجذر في مجتمع مسلم. على كل حال أنا أصدقائي، طب الأخ بدر لحد الساعة أنا لا أرى له أي أثر. يعني الهدف، أنا هدف الملحد هذا هو الهدف، إنه نعمل دولة علمانية، نعمل شيء علماني. يعني هلا جاني واحد كمان، احترموا عقولنا، عقول الناس أيها الحمقى التائهين. نحترم عقلك يا سيد محمد الغويلي، من أين جئتنا؟ يعني نحترم عقلك، يعني هل عقلك، نحترم عقلك شو، كيف احترم عقلك؟ يعني عقلك اللي بيقول مثلا الحمار يطير، احترم عقلك اللي مؤمن انه الحمار يطير. يعني المسلمين يقولون كلمنا بالعقل، ولك اول شيء بتؤمن انه الطفلة تغتصب ما في مشكلة، ثاني شيء بتؤمن انه الجحشة بتطير او البغلة او whatever، وبعدين الجحشة بتحكي، وبتؤمن انه الصخرة بتولد ناقة، بتؤمن انه ممكن الحوت يبلع انسان ويتم عايش الى ابعد 3-4 ايام 10 ايام whatever، بتؤمن انه في ناس بتنام بالكهف طمّلة 300-400 سنة عايشين في يعني نايمين نومة أهل الكهف. يعني تؤمن بأشياء غريبة عجيبة، بعدين تجي بتقول لي عقول؟ لك أي عقل أنت، أي عقل؟ يعني عن أي عقل تتحدث؟ عن أي عقل تتحدث؟ الأخ الياس العراقي عم بيقول أعتقد أن الوطن العربي سيتحول كليا لمشفى مجانين. هو لسه حيتحول؟ ما هو مشفى مجانين جاهز. يعني أنا ما أعتقد رح يتحول أكثر من هيك لمشفى مجانين، ما مش أكبر مش، وما هو مشفى، يا ريت مجمع للمجانين. المشفى فيه رعاية صحية للمجانين أخوي الياس، المشفى فيه رعاية صحية للمجانين، بس العالم العربي، أنا لا أسميه الوطن العربي وليس وطنا عربيا، هو المتكلمين باللغة العربية، العالم المتكلم باللغة العربية هو مجمع للمجانين بدون أي رعاية صحية. يعني لو في رعاية صحية السنة 10-20 راح يطيبوا الناس وترجع لطبيعتها، ولكن اللي شايفينه يا حيف، يعني كل مالهم للأسوأ، كل مالهم للأسوأ. شخص بسيط مثلي فتح له قناة على اليوتيوب، مليون واحد بده يسكرها، ومليون واحد طالب بدمه،
وشي يهكروا لك اياها وشي تفشل معهم تهكيرات. يعني لو كان في رعايه صحيه لهالمجانين هذول ما كان سووا. عم بيقول اخوي ميكي ماوس الشرق الاوسط ميؤوس منه، يعني نحن عم نحاول املا، يعني ما بعرف الياس شوي بعيد. طيب اسلام افندي عم بيقول انا اتابع برنامجك واحمد ومصري ووفاء والبط الاسود، لا احد يتكلم بالتهذيب ولا يوجد هدف يقنع الاخرين، كلام سب وشتم. كلام سب وشتم يا سيد اسلام. طيب شو الشتائم اللي شتمناك فيها؟ الا ترى انه قرانك هو الشتام؟ وجعلناهم قرده خاسئين مثلا، كالحمار كالكلب إن حملت عليه يلهث وكالحمار وتبت أبا لهب. يعني لو شوف قرآنك يا سيد إسلام يعني راح تشوف الشتائم وين أصلا. وإذا ترجع كمان للسنة النبوية الشريفة راح تشوف أنه نبيك في أحاديثه يقول أعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. يا ريت تروح تشوف هالحديث هذا، وتروح تشوف حديث المعاريض اللي يحرض على الكذب، ويا ريت تشوف الحديث آخر كلمات صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله اليهود والنصارى. توب جان متى راح تعمل مقابله مع مولانا ملحد مصري؟ بصراحه انا مش عارف طريقه ملحد مصري، اجيبه منين بقى؟ على كل حال انا اتمنى توصلوا له رساله عن لساني انه مطلوب للعداله الجهر الالحاديه، فاللي اذا حابب اهلا وسهلا. يعني انا اتمنى استضيفه، ولكن بصراحه ما له طريق. يعني الرجل كان يعمل فيديوهات على اليوتيوب، كان ممكن واحد يبعث له رسالة مثلا على قناته على اليوتيوب أو شيء من القبيل، ولكن الآن هو مختفي والغائب عذره معه مثل ما بيقولوا. على كل حال أنا بوقت فتحت القناة في شخص حيطة صور الصدام، حابب أحكي عنه شوي، كاتب اسمه قاهر الصهاينة والما بعرف شو أشياء من هالقبيل هذا. يعني صدام مرة واحدة حيطه، هذا قاهر الصهاينة اللي طالعوه من السرداب مثل الجردون مثل الفارة. كيف تجيبوا الفارة بالقطوة؟ هذا اللي شواربه كانت تخوف العراق كلها وتخوف رجال ونساء وأطفال كلها، طلعوا مثل الجردون من السرداب حيطة صورته وعامل لي حالة قاهر الصهاينة. شو قهرته بالصهاينة أنت؟ شو قهرته بالصهاينة؟ يعني الصهاينة أخذوا أرضكم بالغصب، وانتو الأمة الإسلامية كاملة مليار ونص إنسان، شو قهرتوا فيهم؟ ساولكم حروب عم تنتفوا بعضكم هلا وهم قاعدين عم تضحكوا. شو قهرتوا بالصهاينة؟ مع أنه أنا أحتقر هذه الطريقة الصهيونية هي، ولكن شو قهرت فيهم؟ أنا بس بدي أفهم، أنت كمسلم وأنت حاطط صورة صدام وعم تفتخر بصدام، ما الصهاينة ذات نفسهم هدول اللي طلعوا صدامك من 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 جحر الفقرة مثل ما بقول، مثل الفار جابوه وحطوه علقوه شنقوه، وهي أمتك الإسلامية كلها ما قدرت تساوي شيء، ولقوا شنقوه بإيد أمتك الإسلامية هن. انتوا شاطرين بس على بعض. هذا واقع، هذا امر واقع من واقعنا للاسف، الواقعنا المرير. يعني
شريحة أهالينا بحارتي مثلا، أنا خليني أقول ما أروح لبعيد نهائيا، كل بيت من جيراننا زلمة بيقدر على على مرته، على أولاده، على بناته، بتلاقيه بالبيت ديك ما شاء الله رجل ما في يعني عنتر، بيطلع على الشارع شرطي حقه فرنك بيدوس على رقبته، شرطي حقه فرنك بيدوس على رقبته. هاي ثقافتنا اللي يا حيف، كل شيء بنقدر عليه نفكر حالنا أبطال، بنفزع باللي بنقدر عليه، بنستعبده. لو في ذرة محبة نحن عنا ما صار فينا هيك، ذرة محبة وفهم، لو بنحب بعضنا ما صار فينا هيك. جيني عم بيقول أهالينا عبارة عن زومبي منومين مغناطيسيا بسبب الدين. نعم نعم للأسف، يعني منومين مغناطيسيا ومنومين بكل الأنواع النوم. السيد ابن المدافع عم بيقول هي ثقافتنا للأسف. بكل تأكيد هي ثقافتنا، هي ثقافتنا، ثقافتنا لو يعني لو كانت بس فيها شوي انه نقدر نشوف الاخر ما كان صار فينا هيك. يعني اللي صار بسوريا واللي صار بالعراق، هل برايكم يعني انه دكتاتور خلص بس بده يقعد على الكرسي؟ اكيد لا، اكيد لا. مو انه دكتاتور مثلا بشار، شخص بشار هو يعني اقل منه انه واحد يحكي عليه. المشكله متجذره في تاريخنا، في ناس انظلمت من قبل السنه، هن العلويه، والعلويه ظلموا السنه، والظلم شغال على بعضه كله من ثقافه اسمها ثقافه الاسلاميه. يعني العلوية لما بصيروا بإيدهم الحكم ما بيقصروا بالسنة من مجازر ومن ترهيب وقتل، والسنة نفس الشيء، يعني هي تاريخ كله ما بيقصروا. الطرفين إسلاميين وكله بده السلطة، وفي سبيل هالسلطة مستعدين يقتلوا الطفل والشيخ والشاب وكل شيء، كل شيء مستعدين يحرقوا الأخضر واليابس والحيوان وكل شيء بسبب السلطة، بسبب أنه تكون طائفتنا هي الحاكمة، بسبب أنه تكون طائفتنا هي الحاكمة. الأخ الياس عم يقول المشكلة أن هناك سر بين الإسلام وأوروبا، أعتقد أن الغرب مستفيدين من الإسلام وسيضربونه في الوقت المناسب. يعني معك حق أخو الياس، يعني أنا هي مسألة فلوس وأموال، صدقوني يا جماعة، شغلة مصاري. يعني شركات الأسلحة هي اللي عم تبيع الأسلحة لهالحروب، هاي البنوك هاي اللي عم تمول هالحروب، هاي كله بزنس، كله بزنس، وما راح توقف إلا نحن العاديين، نحن البسطاء، نحن المواطنين، نصحى على حالنا. طيب أخوي بدر، ها
هلا كتب لي عم بيقول لي اعتذر حبيبي، جانا اعتذر وما بعرف اذا اشوف راح يرجع يكمل الكتابه واشوف شو القصه معه. الفكره انه نحن يا ناس نحن لازم نفيد، نحن الناس البسطاء الناس العامه نحن لازم نفيد. الناس هي اللي قاعدين ورا كراسيهم، إن كان أصحاب البنوك، أصحاب الشركات الكبيرة، مصانع الأسلحة، كل هالعالم هي اللي عم تتاجر بدمائنا، ونحن للأسف الشديد عم يعني نمشي في طريقهم بسبب هالأفكار الغيبية اللي عم تضحكوا علينا هن فيها، اللي عم زودونا هن فيها. يعني هلا شركات الأسلحة ولا البنوك هدول اللي عم بيشتروا أموال، بيشتروا بترول السعودية، عم بيعطوها فلوس تعيش يا سعودية ويا سعودية كبري المشروع الوهابي وهالأفكار الإرهابية هاي، وخلي الناس تنام وتفدي دمها بشان هالأفكار هاي. يعني أداة الحروب هني عم بيصنعوها بإيدهم كمان بفلوسهم، أدوات الحروب اللي هن هالناس البسطاء هدول، الدواعش مثلا اللي واحد ترك بلده مشان يروح يحارب وياخذ الحريات. يعني لو هالإنسان هذا واعي لهالمسألة هاي ما كان راح، مهما دفعوا له فلوس، مهما جابوا له قرائن مطبوعة بالسعودية بمية الذهب، ما راح يشوفها زبالة، خلص الأفكار زبالة، ما راح يروح يقاتل بشانه نهائيا. على كل حال بس انا اشوف الاخ بدر عم بيقول اعتذر صار عندي ظرف طارئ. طيب ولا يهمك، ولا يهمك بدر، انا على الهوى. اين الهوى؟ الهوى هوايا. اذا حبيت تدخل اهلا وسهلا. طيب اش بس يكون معنا. تمام، هو ليس معنا. فهي الفكره يا اصدقائي، يعني نحن المهم نحن نوعى، المهم نحن الطبقه البسيطه، الناس الكادحين اللي ما عندنا شيء بصراحه، يعني غير نتقبل. هي هون المشكلة، يعني هل كله بزنس اللي عم يصير لهالأغنياء، هي أغنياء المجتمعات، هي عم تمول هالأفكار هي وتمول أسلحة، ونحن عم نتخابط ونحن عم نقتل بعضنا. بالنهاية شو هن اللي عم يستفيدوا؟ هن تجار الحروب. يعني وانا برجع اقول انه هاي مشروع الملحد، هذا هو مشروع الملحد، من صح الناس، صح الناس من هالغيبيات هاي اللي ما يعني اي غيبيات كانت، اي غيبيات كانت، شيء غيبي مهما كان بسيط في يوم من الايام ممكن يتحول لشيء معقد. واصلا الفكره الالهيه كلها بلشت بهالمنطقه، هذا كان شيء بسيط، واحد مثلا يعبد الريح، تجي الريح يطج له، ما في مشكلة طج له الريح. ولكن الفكرة الغيبية ذات نفسها تطورت، وصلت لمرحلة انه في قطع اعناق وفي قطع ايادي وفي في في مثل ما احنا شايفين، يعني في حروب وفي كل شيء. تيكرز، الاحتلال هو الذي خلف عقولنا. يعني ليش؟ طيب ليش نرمي بلاوينا كلها على الاحتلال؟ خلف عقولك، اوكي انا معك، الاحتلال هو خلف عقلك. طيب ما تراجعه، يعني ما دام تعرف انه خلف عقولنا تراجعه. يعني هو يعني جاهزين نحن بس نزت بلاوينا على غيرنا؟
أصلاً الاحتلال هذا يعني كم سنة بقي عندك؟ خلينا ناخذ الاحتلال الإنجليزي والفرنسي، كم سنة بقي عندك؟ يعني بسوريا 25 سنة، بالعراق يعني كل البلدان هاي الشرقية، يعني أكثر شيء بالجزائر طول يمكن 150 سنة للاحتلال الفرنسي، مش أطول عندك وغيره بعدين. يعني ما المسلمين بقوا في إسبانيا 800 سنة، 800 سنة من احتل من أكثر، يعني من احتل من أكثر، والمسلمين في سوريا والعراق ومصر صار 1400 سنة، هذا ليس احتلال؟ أظن الاحتلال هذا الاحتلال الإسلامي هو من خلف عقولنا، ومعك حق، الاحتلال من هو من خلف عقولنا يعني. أخي دولنا لا تزال محتلة احتلال مخابراتي، طب ما تحررها يا أبو الاحتلال المخابراتي، ما تحررها ما دام تعرف. التحرير بيبدأ بهون بدماغ، كان مخابراتي وإن كان عسكري وإن كان اقتصادي وإن كان أي شيء من هالقبيلة، هذا بيبدأ من هون. الإنسان إذا كان واعي، الإنسان إذا كان واعي لا مخابرات ولا بطيخ بقدر بستعبده. يعني هي أمثلة كتير، يعني اليوم هلا خلي الشعب الإنجليزي، الشعب البريطاني مثلا، تجي مجموعة من بوركينا فاسو ويضحكوا في عقول البريطانيين ويقسموا بريطانيا إلى أجزاء كثيرة ويخلوا الحروب تشتغل بين البريطانيين، هل قادرين؟ يعني ممكن يجوا كتير، وأي شخص ممكن يجي وأموال تدفع، خلي السعوديين مثلا عندهم أموال بيحاولوا إنه يجوا يساووا بلبلة ولا شيء من القبيل، هل قادرين؟ إذا ما في أرضية، إذا ما في أرضية للفساد، الفساد ما بيحصل. إذا ما في أرضية الفساد ما بيحصل. المشكلة نحن في عنا أرضية، يعني في عنا أرضية، أرض الملعب جاهزة للعب. نحن يجينا شوية مخابرات مثل ما بقولوا، يعني يلا مثلا مثل الأزمة السورية، في سوريا خلينا ناخذ المثال، إذا بتتذكروا 2011، بداية 2012 قبل ما الجيش الكر هذا اللي كنا مفكرينه حر للأسف الشديد في البداية، طبعا أنا أحكي بعدين بيّن، أول شهرين ثلاثة بيّن على حقيقته، يعني أول ما مسك السلاح شفت كنهار نسمع موقع أخذوه من الجيش السوري، الجيش العلوي السوري، كنهار كنا نسمع، وصل لمرحلة حتى صار توازن، هون قالوا لهم وقفوا. هلا كل واحد إذا قوي بنضعف الثاني، وإذا الثاني قوي عليه بنضعف الآخر، وعلى هذا. ولحد هالساعة هاي، ومنتصر ما راح يكون فيه لأنه راح تتقسم سوريا والعراق واليمن وكل هالبلاد هاي وليبيا، يعني أكيد راح تتقسم، والدور جاي على السعودية وعلى إيران وعلى تركيا. الأرضية نحن عنا، أي لاعب بدخل بالعافية، لأنه نحن مفرقين، نحن مثل ما يعني في مسلسل هذا كان إنه اثنين راكبين الطيارة ورايحين على أمريكا فقتلوا في الطريق، لما نزلوا والبوليس أخذهم قال لهم شو القصة، ليش عم تتقتلوا؟ قال له والله هذا عم يسب لي علي وهذا عم يسب لي عمر. قال طيب جيبوا عمر وعلي حتى نعرف شو القصة. قال هذول ميتين من 1400 سنة،
فالبوليس قال لا هدول بدهم مستشفى مجانين، لا محال يعني. أنا لا أعرف اسم الممثل بصراحة، ولكن شفت المقطع يعني. أنا لا أتابع التمثيليات أو المسلسلات والتلفزيونات، لا أتابعها بصراحة يعني. هي الفكرة، إنه نحن جاهزين إنه أي شخص، أي هيئة، أي دولة تجي تعمل بدها إياه فينا. يعني لو ما كان في أمريكا والغرب، كان الصين ممكن تعمل نفس الشيء اللي عم تعمله أمريكا والغرب، وهذا اللي عم نحط نشيل بلاوين نزتهم عليهم، المؤامرة، عقلية المؤامرة. يعني لو ما في مصالح الصينيين، ما في صينيين في مصالح الروس، ما في الروس في مصالح البطيخ المبسمر. المهم نحن يعني جاهزين لأبعد الحدود، انه الاخ يقتل اخوه في اي لحظة، وكله بسبب الدين، كله بسبب الدين. العمود الرئيسي لثقافتنا ولكرهنا ولحقدنا على بعض هو الدين. العمود الرئيسي لكل البلبل اللي نحن شايفينه هو الدين. في اشياء اخرى، في هون هون هون، ولكن اسم الفنان ناصر الصيبي، اسم المسلسل سيلفي. اشكرك، اشكرك الفن والثقافه. على كل، الفكره انه نحن جاهزين، نحن مقسمين، اي شخص ممكن يجي وما حسب المصالح يشتغل. وهذا اللي عم بيصير يعني. يلا بسوريا السوريين عم بتقتلوا لأجندة لكل البشرية. يعني لا تم روسي، لا تم فرنسي، لا تم بريطاني، لا أمريكي، لا إسرائيلي، لا كندي، لا أسترالي، لا صيني، كله عم يعمل بيزنس، ونحن الضحايا، أهالينا الضحايا. وهالموت هذا ما بيعرف لا كبير ولا صغير، شردنا ماتم. ومع ذلك أهالينا اللي عم نحاول نصحيهم ما شاء الله بيطلع بإيدهم بقتلونا، نكون قدامهم بقتلونا بدون أي يعني تردد. بالضبط بالضبط، ريلاكس. يعني عم بيقول أخونا ريلاكس، جميع المسلمين مهيئين للقتل، والأسوأ من ذلك أن أي مسلم ممكن يلجأ للقرآن للخروج بآية تحلل له قتل أي مسلم آخر أو شخص آخر. بالضبط بالضبط، هاي مشكلتنا نحن، هاي مشكلتنا الكبرى، أنه في شيء عم نقدس، في شيء مقدس ما أهلنا ما عم بقدروا يستوعبوا أنه هذا خطأ. ممكن يذبحوا كل شيء، يعني القتل وهالأشياء هاي كلها ما بيفكروا فيها بسبب هالمقدسة. طيب اكس اي عم بيقول جان، أهلنا الكبار فوق 40 انساهم خلاص. يعني هو المشكلة يعني بالكل يعني. يلا المشكلة فوق 40 عم بيربوا الصغار، عم بيوجهوا الصغار. يعني لازم كلامنا يكون موجه للكل، نحن لازم نتوجه للكل، لكل الناس، لازم نتوجه لكل الناس. على كل حال أصدقائي، أنا ما بدي أطول عليكم، بما أنه الأخ أخونا بدر اعتذر، وأنا أتمنى نشوفه في حلقات أخرى. وأصدقائنا، ما حدا ساهم في الفيسبوك، قصدي بالسكايب، فأتمنى ألقاكم غدا يعني. أو ما بعرف، أبو الحكم عم بيكتب لي. ف على كل حال، طيب
جيني عم بيقول عزيزي جان لو تجمع آيات القتل في القرآن ترى عندها أكثر من عدد آيات، عددها أكثر من عدد آيات الأحكام وقصص الأنبياء مجتمعة. يعني هو الإسلام قائم على هالأساس هذا، فمن الطبيعي أخوي جيني إنه تشوف الإرهاب هو والقتال والجهاد هالآيات هي تكون أكثر بكثير من أي شيء آخر. يعني في عندك النكاح والخرافة والقتال هالآيات، فالآيات القتل من أكثر شيء القتال. طيب ابو الحكم، يعني انت وقعت في المصيدة على كل حال. عم بيقول لي ابو الحكم جان انا احترقت بالشاي، ما تقولها للجمهور، انا موجوع كثير، اعذرني معهم اعمل شاي للمشاهدين، يعمل لهم شاي، انا اعمل لهم شاي ولا يهمك، بس ما يعني لا تأمني انه ما اقول لاصدقائنا انك ما احترقت بالشاي. اخونا ابو الحكم احترق بالشاي. على كل أصدقائي، على كل حال أنا أشكركم جزيل الشكر، هي حلقة قصيرة عملتها فما تأخذوني. موعدنا بكرة أكيد الساعة 7 بتوقيت لندن، وراح من هون وهيك راح يكون توقيت لندن الساعة 7 لأنه أخوي أحمد عم يعمل الساعة 8، فاضطريت نغير مواعيد البث، راح يكون الساعة 7 يوميا على الأقل من الآن، يعني على الأقل الآن الساعة 7 بتوقيت لندن حلقة واحدة يوميا. لنشوف بالمستقبل بس شوي القناة ترجع تأخذ عافيتها مثل ما بقولوا، نرجع نعمل حلقتين، ونحن هنا لن يوقفنا أي شيء. يعني وأتمنى منكم أصدقائي بما أنه الغزوات كثيرة تدعمونا بالشير واللايك. بصراحة يعني من شي 3-4 ساعات هي يعني الغزوة الإلكترونية الفاشلة وستفشل كمان غيرها إن بدأت، وحتى إذا ما فشلت يعني حتى إذا نجحوا أكيد لنا مواعيد أخرى في قنوات أخرى، يعني ونحن هنا باقون إلى الأبد حتى يتوقف نبض القلب. فأتمنى منكم المساعدة أصدقائي بشير لايك والمشاركة في القناة، ويعني اعزموا أصدقائكم ليشتركوا بالقناة، أكون لكم من الشاكرين. يعني على كل حال أبو الحكم أنا لم أفضحك، أنت محروق وملسوع وبشان هيك ما عم تكتب بالشات، هذا كان قصدك. على كل حال أشكركم أصدقائي وأشوفكم غدا بالساعة 7 بتوقيت لندن مثل التوقيت اللي بدأنا فيه، وأشكركم جزيل الشكر مرة أخرى على المتابعة، وأشوفكم بكرة. إلى اللقاء.